بزاف الناس يشوفوني تيقولوا او هذا دري واحد السن تيوقف وتيدير وقفات احتجاجيه، ما الناس لحد الان ما فهموش فهمتي. انا راه مثلا ما تنطالبش بشي حاجه، انا راه يقول لي الله حالتك دابا تاخذ البارطمان ديالك، انا غنمشي في حالاتي. يعني انا تنجري على حاجه وحده اللي مذكوره في الدستور، سكن لائق. انا كمواطن او لا حسبني غير كطفل. السلام عليكم ورحمه الله. الاسم ديالي عدنان عبد المغيث. عندي مشكل ديال الاستفاده اللي هو الام ديالي قبل ما توفى كانت خرجت واحد القرار ديال الهدم، الهدم الجزئي. خرج لنا قرار في الدار ديالنا، والوالده ديالي اصلا ساكنه مع الوالده ديالها، من موراها كانت مرضت بمرض سرطان صافي توفات من موراها. كانت دافعه الدوسي ديالها بعدا سميتو الملحقه الاداريه الاولى، دفعت لهم الدوسي من موراها. فاش دفعت لهم الدوسي توفات. مني توفات دازت واحد شهرين ديال الوفاه والعزو داكشي، مشيت عند سعاده القيد السابق وقال لي بان راه عندنا سميتو استفاده في الاسم الخارجه في الاسم ديالي انا واختي. قلت لي مني خارجه في الاسم ديالي انا والاخت ديالي. قال لي شنو دابا الحل اللي غادي دير معايا؟ قال لي الحل الوحيد اللي كاين هو انك غتصوب دوسي جديد في وثائق اللي هي من شهاده الوفاه، وثائق اداريه قانونيه ضروري خاصها تجمع جميع الوثائق منهم، تصاور منهم كل شيء جمعته باش يتم تبديل الدوسي ديالك بالدوسي ديال الام ديالك بالدوسي ديالك حتى اختك، بانك المستفيدون عن والدتهم. شي صوبت الدوسي كيف ما قال لي صوبت الدوسي، ديت لي الوراق جميع الوثائق القانونيه جمعتهم ليه. مني ديت لي الدوسي ويقول لي راه ما نشدوش من عندك. قلت لي علاش؟ انا قلت لي صوب لي الدوسي وجيت باش ندفعو لك وقلت لي لا. ويقول لي قال لي انا قلت لك جمع الدوسي ولكن غير خليه عندك تيدا الحل لهذا الجزئي هذا. كاينين الناس اللي ما فاهميش شنو هو الجزئي. الجزئي هو واحد القرار تيخرج على منازل اللي هي اليه السقوط، كيكون نص ديال الدار مشيعة فيه الرطوبة وهش وآلي السقوط بزاف. ديك النص ديال الدار كيخرج فيها قرار بأن هاد الدار هادي راه آلي السقوط، والناس اللي ساكنين فيها راه في خطر، وسيتم تعويضهم عن السكن اللي هما فيه. إوا صافي خرج القرار. ملي جينا باش ندفعو قالك لا ما تدفعش، ما عندكش الحق أنك تدفع لأن الجزئي باقي ما عندوش حل أصلا. 50% 50% أنا وأختي، وسميتو النص الاخر خرج في اسم ديال جداتي فهمتي. يعني بارطما هي غير هو تقسمات فهمتي. انا مني وقع لي هذا المشكل هذا ديال انه لحد الان ما بغاش تعترف بداك الشيء ديال سميتو داك الشيء ديال الاستفاده وداك الشيء. تعرفت على ناس اللي هما كانوا عندهم نفس المشكل تاهما في نفس الاطار ونفس المشكل، عيطنا عليهم جمعناهم كاملين وجبنا درنا جروب ودرنا شكايه لوسيط المملكه، درنا شكايه لعماله الدار البيضاء اونفا، درنا شكايه لعميل سميتو عميل سميتو ديال الدار البيضاء، درنا شكايه المقاطعه الملحقه الاداريه الاولى، درنا شكايه للديوان الملكي، درنا شكايه جميع الجهات المسؤوله. جميع الجهات المسؤوله تخذ سميتو القرار ديالهم وتخذ كل شيء وديناه سميتو دفعناهم في الرباط وبدون جدوى. انا ما فهمتش علاش هذا الشيء تيوقع. وقفنا درنا قينا الحل الانسب والوحيد هو اننا نوقفوا ونغوتوا على حقنا، لان الاحتجاج حق منصوص في الدستور، يعني مكتوبه في الدستور من تضرر وخص يكون خارج النظام وداك الشيء. درنا وقفه ديالنا. ملي تنديروا في الوقفه ديالنا تنتفاجئوا بسميتو بالامن الوطني من سميتو احتراما له، وان ما تيديروا غير خدمتهم داكشي اللي كي داكشي اللي تيوصلهم تيديروه. يعني حنا ماشي ضد النظام او ضد سميتو ضد القانون او ضد سميتو الفساد، ولا واقفين باش حنا تنوقفوا وقفه احتجاجيه سلميه، ما هزين لا حجر لا عصي لا والو. حنا ماشي ضد النظام. ضد النظام هو انني نجي ونهز الحجر ونجي ونغوت ونحبس الطريق. انا ما تنحبسش الطريق، انا تنوقف تندير وقفه احتجاجيه ديالي اللي هي ساعه ياك، الا كان اعتصام تنديرو فيه 4 سوايع ونمشيو في حالاتنا. درنا وقفات،
تيخرج عندنا مسؤولين، ماشي واحد ولا جوج، مسؤولين تيخرجوا عندنا سميتو المواعيد الكاذبه، كيقول لك سير غدا راه غيكون حل، بعدو يكون حل، غدا سير غدا. شحال نتوما في هذه المشكله؟ هذه المشكله راه من 2012 انا من الوالده ديالي بعدا كانت هذا المشكل، وتم عليا حتى انا من مرافش من الوالده ديالي. وكتشوف راسك غادي ضايع، كتشوف راسك ساكن في واحد الدار اللي هي آلية السقوط ومهدده بالخطر، مهدده بالموت، وساكن في واحد الحي اللي هو لا اله الا الله محمد رسول الله، ما عندكش كيفاش دير تقرا، لان كيجي واحد الوقيته في سميتو كيجي واحد الوقيته ديال الشتاء، تتصب الشتاء، كيجي الفيضان القطره، الناس كينعسوا، هو تينعس ماشي هذا المسؤول، هو اللي تيجي وقف عندي وكيقول لي حيد من هنا، راه هو تينعس كينعس مرتاح، راه كينعس هو ولدو مرتاح، ولا هو وبنتو مرتاحين، انا راه ما ترتاحش، انا راه والو. كان بعض المرات سميتو تنخرج غير راه مني وقع لي هذا المشكل ديال الدار، راه خرجت لمده شهرين وانا نعس في الزنقه، دابا كاريين كتخلص لنا، المهم بلا ما نذكر راجل ولا مرا، المهم محسن كيخلص لينا، كيخلص لينا الكره. يعني بغيت غير نفهم، راه غيجي واحد الوقت راه قال لك واحد المثال، راه سميتو يعيا اللي يعطي وما يعياش اللي يشد. يعني راه غيجي واحد الوقيته شحال قد هاد الناس هادو غيخلصوا، قدهم عام عامين ثلاث سنين الى مات، غيجي غدا ولا بعدو غيحبسوا الكرا. ايوا فين غنمشي انا غنلوح حوايج الزنقه هادي باينه، هذا مع المجتمع تبارك الله عندنا زوين، راه باين كل شيء، من هادشي اللي تنشوفو بعدا راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه الدراري ما عندهمش مشكل كاع ديال السباده وتتعرضوا. بغيت نسولك دابا، الطفل عنده 16 سنه ملي غيخرج الزنقه اش غيوقع ليه؟ من اول حاجه الاغتصاب، من ثاني حاجه التشرد، من ثالث حاجه بزاف الحوايج تنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي، راه كتدخل شي حاجه ما كنتيش عارفها كاع كتعرفها. دابا انت يعني انت في البدايه ديال الحياه من الصغر ديالك لقيتي راسك مشاكل اللي هي بعيده عليا، وسميتو طفل اللي هو عنده 16 سنه، راه انا بالنسبه ليا تيجوني الدراري قد هكا وحامل واحد الوثائق اللي هي كبار عليا، وحامل واحد المسؤوليه كبيره بزاف. بزاف الناس تيشوفوني تيقولوا او هذا دري واحد السن تيوقف وتيدير وقفات احتجاجيه، ما الناس لحد الان ما فهموش، فهمتي؟ انا راه مثلا ما تنطالبش بشي حاجه، انا راه يقول لي يلاه في حالتك دابا تاخذ البارطمان ديالك، انا غنمشي في حالاتي، انا ما غنعرقل حتى شي حاجه. يعني انا تنجري على حاجه وحده اللي مذكوره في الدستور، سكن لائق، انا كمواطن او لا حسبني غير كطفل او سميتو تحسبني غير كطفل ما ماشي كمواطن، لان باقي ما وصلتش السن القانوني باش نتحسب كمواطن، حسبني كطفل ودير ولدك براسي ساكن بوحدو تيطيب بوحدو بزاف د الحوايج. انا ما عنديش اشكال، راه قال لك باش ما عطى الله كتاكل، راه المغرب راه ما فيش الجوع، راه بقات في السكن هو اللي صعيب، اما الماكله راه فين ما كليتي فين ما مشيتي راه غتاكل، اي بلاصه مشيتي لها غتاكل.